Père du soleil, Père du soleil, Père du soleil, Mérida. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. مرشيد ولا فريق سريع واتزم عانوا الامرين من اجل ضمان البقاء في الموسم الفارط. اكيد بان فريق كسيفيات برشيد من اصل مباراتين، الهزيمه الاولى كانت امام الرجاء وتعادل امام فريق الفتح الرياضي، وبالتالي سيسعى من اجل تحقيق نتيجه ايجابيه خلال هذه المباراه امام فريق اخر يمكن اقول بانه ليس احسن حال من فريق كسيفيات برشيد، وهو فريق سريع واتزم الذي يمكن اقول بانه يسعى من اجل ان يحقق الديكليك بعد الانفصال بالترابي مع المدرب، وبالتالي يكون الفراق رحمه للطرفين لا للمدرب والفريق. اذا العموم سنتابع الان هذه محاوله خطيره، محاوله خطيره، بناء جيد، هجمه سريعه بالنسبه لفريق مستوى خط وسط الميدان. مرور 8 دقائق، تمريره ممتازه خطيره خطيره هذه المحاوله، وكاد يكون سوء تفاهم في التواصل من خلال الذي تمكن من القاعد. تعود الان محاوله التسديد من لاعب فريق لفريق سريع واتزم، خطيره جدا خطيره جدا، ومحاوله التسديد ولكن لم تكن ناجحه. كانت الفكره جيده ولكن لم تكن ناجحه من اجل البحث عن لاعب من فريق سريع واتزم، خطيره جدا، اوه خطيره جدا، ولكن تسديده لم تكن ناجحه للاعب جاتونغو نول، ولكن تمكن منها. تعود الان بالنسبه لفريق يوسف ياس برشيد، اذا دائما محاوله وخطيره لم تستغل، بناء جيد ولكن لم تستغل هذه المحاولة. عبد الخالق ايتو رحبي من خلال هذه التسديدة الأخيرة بشكل جيد، هجم الآلي فريق كسيفيات برشيد، خطيرة والهدف، خطيرة والهدف لفريق يوسفيات برشيد. لاعب البحري الشرقي أعطى الانطباع في الدقائق الأولى بأنه يريد زيارة الشباك، وتأتى له هذا الأمر، تأتى له هذا الأمر من خلال هذه المحاولة الأخيرة، وبالتالي هدف جاء في توقيت يمكن أقول بأنه سيصعب المباراة على فريق سريع واتزام، لأنه كان يستأنس هناك تركيز كثير على هذا الجري كتوجه فيها مرسلي وبسين. أوه تسديدة ممتازة، تسديدة ممتازة من سعد المرسي من خلال هذه المحاولة الأخيرة. سعدا ضربة مرمى، تعود الآن في خط وسط الميدان، روحك يحصل على ضربة خطأ، يحصل على ضربة خطأ لاعب فريق فعل فريق سريع واتزم. كورة عالية، سعدان محاولة التمرير، الشرقي رشيد ابو الزار، الشرقي كان يبحث عن الاختراق. الهاشمي للوكيلي، اوه هدف ثاني بالنسبه لفريق يوسفيات برشيد، هدف ثاني بالنسبه لفريق يوسفيات برشيد، وبالتالي هدفين للصفر في حدود الدقيقة 27. إذا نتابع هذا الضغط من جانب فريق يوسفيات برشيد، نتابع الهاشمي دقيقة الوكيلي بخارج المسار، نفسك على أنك ربما سيتحمل وزر تضيع تلك المحاولة، تلك المحاولة الأخيرة. إذا على العموم دائما كريم مضادة، سعد المصري في اتجاه بسين عبد الحكيم، ولكن القرار لم يكن صعب، ولكن الحكم يعود للخطأ، يبعد الأول كان وراء قطع هذه الكرة على مستوى خط وسط الميدان. دائما
محاولات الآن من نتابع الآن هذا التسديد اللي شاهدته في إحدى المحاولات التسديدة صعبة والهدف. قلت بأنه مرسلي يجيد التسديد، كانت كرة جيدة من مرسلي وأوباسي الغسيل يسجل ويكفر عن المحاولة التي ضيعها. إذن فريق سريع واتزام يتنفس الصعداء كما قلت أثناء الخطأ، فرصة لتقليص النتيجة. تسديدة كانت صعبة، أقول تسديدة صعبة. نحن نسمي الأمور بمسميات ولا نتحمل على أحد. الحارس الشادي ما يتحملش المسؤولية. سنتابع ومحاولة التسديد بالنسبة لفريق ممتازة. التمرير في اتجاه مرسلي، الباحث عن حلول من لاعب مرسلي والذي كاد أن يباغت والحكم الحكم. أعتقد بأن مباراة أخطأ من خلال هذه المحاولة صعبة ومرت هذه الجولة الأولى ويرسل اللاعبين إلى مستودع الملابس. Thank you.